هذه القصة قصة ثورة، ثورة بدها حرية حمراء. اليوم الأول، اليوم الأول طلعوا الناس، اليوم الثاني بإحساس، اليوم الثالث ركبوا الراس، اليوم الرابع، اليوم الرابع يوم الفاجع. طلعوا بشجاعة فرسان، دكوهم مثل الصيصان، داسوهم شكل الفيران، أكلوهم مثل القرصان. هاي القرصان هاي أكلة سعودية. أهلي وكل نسوان الحارة شهدن إنهن شافن برميل، البرميل جواته زفت، شي منهن قالنهن شافن، شي منهن قالن ما شفت، وإنهن سمعن ثورة تصرخ من جوات القبر، تصرخ وتصيح وتنده. ما أريدك. بدك حري ولا؟ لا سيدي أنا أريدك، أبوس إيدك لا تذبحني بيدك. أما ثورة لا يا عيني، أنا نحجى من نعاجك وأني محمي من عرينك. فلتوني سيدي فلتوني، أنا شاعر والشاعر ما له حكي، ما له كلمة عن الناس. قوموا لك.